أهلا بكم من جديد. شكى الكثير من حملة الماجستير والدكتوراه لبرنامج جهالة مشكلاتهم مع البطالة وسوء تعامل وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والعمل إضافة إلى الجامعات السعودية، سوء تعاملهم مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم المختلفة. مؤكدين في حديثهم للبرنامج أن عدد هؤلاء يتجاوز 2000 عاطل عن العمل من الرجال والنساء، إذ تكبدوا عناء الابتعاث ليعودوا إلى أرض الوطن أرقاما جديدة في قوائم البطالة منذ أكثر من عامين. فما هي قصة بطالة حاملي الشهادات العليا؟ وما هو موقف الجهات المختصة منها؟ ولماذا ترفضهم القطاعات الحكومية؟ وكيف يمكن معالجة قضيتهم بالشكل المأمول وبالسرعة المطلوبة؟ وكيف لنا أن نتخيل أن تحل المشكلة لهذه الفئة وهي لم تحل الفئة التي يعني قد تجد وظائف بشكل أسهل، يعني تتوافق مع قدراتهم؟ طبعا هذول سافروا وراحوا، يعني في النهاية واحد من الشروط حق حافز غير موجود، أعمارهم يكون بعضهم 35 سنة، يعني ما لهم علاقة، الضمان الاجتماعي ما لهم علاقة فيه. يعني في النهاية أنت عندك دكتوراه وعندك ماجستير ولكنك لا تجد عمل في المملكة العربية السعودية، نتحدث عن 2000 شخص. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير العزام الخديدي، ثم نعود بعد ذلك للنقاش. الخدمة المدنية من 3 سنوات حاصل على الماجستير وإلى الآن لا عن طريق الخدمة المدنية ولا عن طريق الجامعات السعودية، ما عندنا مشكلة صراحة. إذا لقيت وظيفة يعني تناسب مؤهلي ما عندي مشكلة، سواء عن طريق الخدمة المدنية أو عن طريق الجامعات. أنا قدمت على جميع الدوائر الحكومية تقريبا، جميع الدول الحكومية، ما في دولة حكومية ما حطيت فيها ملف لي، كلها جميع الدول الحكومية بدون استثناء، وجامعات والدول الحكومية كلها تقدمت يعني لها. والقطاع الخاص طبعا تقدمنا، بس طبعا القطاع الخاص كل ما أكسريه القطاع الخاص دائما يرفض الدراسات العليا بحجة إنه أنت تأهيلك عالي وما نحتاجك، فهذه دائما رد القطاع الخاص يقول إحنا ندور البكالوريوس يعني. كغيرهما من المبتعثين عاد مشعل وصالح والأحلام تحملهما على جنح السحاب، لكن لم يطل تحليقهما في عالم الأمنيات قبل أن يهبط اضطراريا ويصطدم بواقع قذف بهما إلى صفوف العاطلين. إنها الحكاية ذاتها التي لا يخلو منها بيت بتفاصيلها التراجيدية. أنا أول ما جيت هنا توقعت اني يعني بدون مبالغه اني اسبوع مخلص وضع الوظيفه، يعني اسبوع انا ماسك الوظيفه حقتي ومشتغل وعندي وظيفه واروح وارجع. انصدمنا بالواقع صراحه، يعني واقع مرير. يعني نقدم في الدول الخليجيه نلقى ترحاب واستقبال من احسن ما يكون، بالعكس ما لقينا صراحه الاهتمام فينا وفي بلدنا صراحه. ليس صالح ومشعل فحسب، بل هناك أكثر من 2000 عاطل وعاطلة عن العمل من حملة الماجستير والدكتوراه وفي تخصصات علمية مختلفة. إنها البطالة التي باتت أيقونة تطبع كل حراك في السعودية، فالاعتصامات والحملات لها عنوان واحد هو البطالة. فيما يرى متابعون للشأن السعودي أن حمل شهادة علمية عليا لم يعد كافيا للحصول على عمل، مع ارتفاع نسبة البطالة التي قدرها خبراء اقتصاديون بنحو 30%. لم يعد يكفي أن يكون الشخص حاملا للقب علمي كبير، أولا يتم التأكد من أنه حصل عليه المؤسسة التي حصل عليها، ولكن بالإضافة إلى ذلك أصبحت الجامعات وجهات العمل تتطلب من يؤكد أن الشخص يستطيع القيام بما يدعي
بناء على ما يحمله من شهادات أنه قادم على الكامبي. وأعتقد أن مجتمعاتنا العربية هي في طريقها لا شك إلى أن تكون هناك جماعات مجرية حرفية في الأعمال التي تقتضي فيها استخدام المهارات والمعرفة المتخصصة والتي تمس حياة الناس، كما هو الحال في الطب أو في الخدمة الاجتماعية أو في المحاماة أو ما إلى ذلك. من المتوقع أن تستقبل سوق العمل في السعودية وخلال الخمس سنوات المقبلة أكثر من 150 ألف من الحاصلين على درجة البكالوريوس والدكتوراه وفي تخصصات مختلفة، ما يعني أن أمام الجهات المعنية بالتوظيف تحديا كبيرا لئلا تتحول شهادات هؤلاء الخريجين إلى مجرد ديكور يزين جدران منازلهم. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. شكرا عزام. حول هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا من الرياض الكاتب والصحفي الأستاذ عقل الباهلي، وينضم لنا من هناك المتحدث باسم حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل الدكتور عايض الغامدي. أبدأ معك الدكتور عايض، يعني أولا أهلا وسهلا بك. بداية، ما هي يعني فصول قضية بطالة حاملي الشهادات العليا، وهل أنت يعني أحد هؤلاء العاطلين أم أنك تتحدث باسمهم فقط متعاطفا مع معاناتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر لكم أخواننا في قناة روتانا الخليجية إتاحة هذه الفرصة. الأمر الآخر نشكر جميع القائمين والمساهمين في هذه المجموعة التي تعمل على إنشاء مناشدة لولي الأمر وولي عهده حول إيجاد حل لهؤلاء العاطلين من حملة المؤهلات العليا الماجستير والدكتوراه. في الحقيقة أنا متحدث باسم هؤلاء المجموعة، وهم مشكورين على أن وضعوا الثقة فينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدر هذه الثقة. أود الإشارة بداية أخوي علي إلى أن هذه القضية قضية خطيرة جدا، لا سيما وأنها تمس طبقة ذات تأهيل عالي من أبناء وبنات الوطن، سواء من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أو من خريج الجامعات السعودية، أو من خريج الجامعات العربية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي. هذه الفئة إن صح التعبير لا يمكن أن تسمى فئة عاطلين، بل هم فئة معطلة بقرار من أصحاب النفوذ في الجهات الحكومية، سواء في وزارة التعليم العالي. هم خلاص ما راح يحدد العاطلين، يعني ما عندهم شغل، يعني ما عندهم شغل حتى حق البكالوريوس عاطلين. خلنا من هذا الموضوع، انت عندك نفس المعاناه ايضا، نفس عاطل ولا تتحدث باسمهم فقط؟ انا اتحدث باسمهم. نحن نندرج تحت ضمن البطاله المقنعه، بحيث اننا في وظائف مؤهلاتنا لا تتناسب معها بل تعلوها، يعني ولا 2000 شخص اللي تحدث باسمهم لا يعملون نهائيا ام انهم يعملون؟ حسب الإحصائية والمطابقة التي أجرتها وزارة الخدمة المدنية في الآونة الأخيرة في 1432، كان عدد من أجريت لهم المطابقة 3000 شخص عاطلين عن العمل. تم ترشيح 174 شخص منهم من الرجال لوظائف أغلبها لا تتناسب مع توصيف الوظائف في الخدمة المدنية، كان يكون ماجستير إعلام ويوجه كاتب في وزارة المالية، أو دكتوراه قضاء ويوجه لوزارة الزراعة، يعني أمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. هذه تعطي مؤشر إلى أن هذا تعطيل وليست عطالة حقيقية، لأن هناك وافدين يعملون في نفس التخصصات في الجامعات السعودية في تخصصات أكاديمية، وما زالت الجامعات. طب هؤلاء العاطلين قلت لي كم عددهم مرة ثانية؟ في المطابقة 1432 كان عدد العاطلين 3000. من تمت مطابقة بيانات. طيب أنت بتكلم عن 3000 كلهم خريجين جامعات خارج المملكة ولا داخل المملكة ولا يعني كذا وكذا؟ لا، هؤلاء البعض منهم خريج برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من جامعات غربية، والبعض منهم خريج أو جامعات عربية، والبعض منهم دارسين على حسابهم الخاص، والبعض منهم خريجي الجامعات السعودية. طيب، من نفس البرامج. طيب داخل دكتور، أبقى معي سأعود لك. أحب أن أول حقيقة أن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز الخنين، والمتحدث الرسمي لوزارة
لوزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحيزان لم يستجيبا لاتصالات البرنامج والرسائل المتكررة حتى الآن، حتى يعني لاستيضاح رأيهما في هذه القضية ورأي الوزارات اللي هم يمثلون أو يتحدثون باسمها، لأنه نبغى نعرف يمكن عندهم ظروف، عندهم مشاكل، عندهم شيء، لكنهم غابوا عن هذه الحلقة. ولا يستغرب الغياب أحيانا، اللي صار يستغرب الحضور للأسف. وأنا أعيد وأكرر يعني عجب أحد ما عجب أحد، أعيد وأكرر أنه أي وزير أو أي مسؤول أو أي متحدث يعني لا يأتي ولا يستجيب للبرنامج هذا ولا برنامج ثاني يمس الناس، معناته أنه لا يحترم الرأي العام ولا يحترم معاناة الناس أبدا. أعيد وأكرر، فأتمنى أنه الوعي يعني يكبر أو يزداد في الفترة المقبلة، حتى لا نروح المقولة من أجل أن تصلح جيل لابد أن تضحي بجيل، يعني نحتاج إلى وزراء فاعلين أكثر. ربما قصدي ذولا يمكن يكونون ضحية، بس هم ضحوا بناس كثير من خلال هذا التعامل اللي فيه الحقيقة عدم احترام أبدا لمعاناة الناس. وأنا الحقيقة أسف لذلك، أنا ما أدعو أنه بس يستجيبون لأهلها ولا الروتانة خليجية، لكن استجيبوا لأي معاناة تحدث. مو معقول يعني لا يزال الوزير ولا المسؤول يعني يتفنن في الأسئلة التي تطرح. لازم تطلع أنت رائع وبديع يا أخي، خل عملك يتحدث عنك. ليس أعمالكم ليست بديعة، ليست مرضية للناس حتى الآن، وأنا ما عندي أي حقد شخصي تجاهك، ولا عندي معاكم قضية أساسا، ولا نداق باب أحد فيكم أبغى شيء لي أنا شخصي. الناس زعلانة جدا وعندها معاناة كبيرة والملفات قاعدة تزداد. أتمنى 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 احترام الرأي العام واحترام الناس مرارا وتكرارا. أستاذ عاقل، أهلا وسهلا بك. كيف تقرأ وجود عاطلين عن العمل من حملة الماجستير والدكتوراه، ومن يتحمل مسؤولية ذلك برأيك؟ مساء الخير أولا عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات الكرام. وأود يعني أن أشير إلى موضوع بسيط حتى يعرفون الناس ما هي المعضلة في مسألة الخريجين والخريجات. لا يعرفون الناس أنه في عام 1963 في حدود يعني في هذا التاريخ كان هناك خريجين من التعليم الصناعي وليس لهم وظائف، وذهبوا في تجمع اعتصام في وزارة المعارف آنذاك. أنا يعني أشاهد هذه الحالة حينما يكون هناك معضلة من 50 سنة ولا تزال تتكرر، يعني تختفي حينما يكون هناك انفراج اقتصادي. هذا شاهدناه في 75 لما حدثت الطفرة، لكن الآن نحن يعني نعيش نفس الحالة، طفرة اقتصادية هائلة ولم يحدث انفراج. أنا ألاحظ في الجرائد أنه هناك حينما يوجه خادم الحرمين الشريفين بإيجاد وظائف أو تعيين الخريجين، فجأة يطلبون أو يعينون 200,000. أنا أسأل يعني بشكل واضح، جهات لديها 200,000 تستطيع توظيف 200,000، لماذا يعني تخفى وتترك وتترك للاحتقان؟ هناك أناس فقراء، وهناك ناس لم يعني وراهم أسر وأسرهم صرفت عليهم حتى تخرجوا. أنا الحقيقة أعتقد أن المشكلة هي في الآلية، هي في آلية في الذهنية. من يجلس على كراسي المسؤولية هو يعتبر هذه الكراسي هي مغانم، ولذلك يعني لا يعيرون أهمية للناس إلا حينما يصلون الناس إلى خادم الحرمين الشريفين ويكثر الاحتقان وتكثر الشكاوي وتكثر الاعتصامات. يعني ما هناك آلية حقيقية، ولذلك أنا أعتقد أنه سنظل يعني في الجراحات والمعالجات حينما تصل الأمور إلى الاعتصامات يشعرون بالخطر، ثم لأنها لا تصل الاعتصامات وما يكتب لصانع القرار عنها لا يأتي من إدارة وزارة الخدمة المدنية ولا من الإدارات الأخرى المتلكئة والتي تجد الأعذار. إذا كان يعني من متى والناس يتحدثون عن خريجين العلوم الطبية
فجأة عين آلاف. طيب لماذا يترك الموضوع حتى يحتقنون الناس ويبدون في كره البلد وكره المسؤولين ويكتبون في النت؟ واليوم يعني لا يستطيعون هؤلاء المسؤولين، هناك مسؤولين كثيرين يجب أن يغادروا. الآن كانوا يعتمدون على أنه لا ينشر في الصحف إلا ما يرغبون في نشره، اليوم والحمد لله أصبح معاناة الناس صحيح لا تجد الحل فجأة، ولا هناك يعني هناك حلول وهناك مساعي، لكن لحسن الحظ هذه الإعلام الجديد يعني على الأقل وضع كل شيء في وجه المسؤولين المتخاذلين والمسؤولين الذين حينما يأتي التعليمات بتوظيف 4000 يوظفونهم، بدون هذا التوجيه لا يوظفونهم. هل الجهات تحتاجهم أو لا تحتاجهم؟ إذا كانت لا تحتاجهم ويوظفونهم فهم يعني يمارسون دورا تخريبيا، وإذا كانت الجهات تحتاجهم ولا يوظفونهم فهم يحجبون حقوق الناس ولا يعطونهم حقوقهم. المسألة آلية ونظام. أنا أعتقد أنه نحتاج إلى شيء من التنظيم، نحتاج إلى شيء من يا رجل اليوم الناس لا يعرفون، الخريجين لا يعرفون هل ستتوظفون في الدولة، ما هي المعايير، من يتوظف؟ قل لي يا أخي الكريم أعطني ولد واحد من المسؤولين، من مدير عام على أقل تقدير أو يعني مدير قسم في الوزارة ابنه عاطل. لا يمكن أن تجد ابن واحد مسؤول في الدولة عاطل، بل بالعكس يعني ما عندنا دليل عليها يعني. لا لا دور لي، خلي جيب لي استعرض الأسماء، عندي شغل كثير والله، وشوف وين أبوه، عندي شغل بقدر أبوه. أنا على يقين، على يقين بأنه ابن المدير العام وابن وكيل الوزارة وابن الرجل المتنفذ لا يمكن أن يبقى. أنت تتذكر عبد الله السدحان لما قال يعني في طاش ما طاش يعني نخلق باب للمدرسة حقت بنت المسؤول، يكون الباب باب للمدرسة جهة باب البيت، يعني هذا يوريك إلى أي مدى يمكن أن تحل قضية الناس المهمين وإلى أي مدى أن تهمل قضايا الناس. أيضا هناك مسألة عشان ما يتسببون في الازدحام يعني المروري. عموما مضطر أتوقف مع فاصل وأعود لكم بعد قليل. الأستاذ عقل، تشير التقارير الصحفية إلى وجود أكثر من 10,000 وظيفة في الجامعات السعودية يعمل بها وافدون بنفس التخصصات التي يحملها هؤلاء العاطلون من حملة الماجستير والدكتوراه، كيف تعلق على هذا الجانب؟ أيضا بس حاب أقول نقطة، أنه بعض المسؤولين في الجامعات يعني في مرات سابقة أو في برنامجنا الإذاعي تحدثوا عن أنه بعض السعوديين أو اللي عندهم هذه المعاناة يعني يبغى الرياض ولا جدة ولا الدمام، يعني ما يبغى يروح المجمعة، ما يبغى يروح مثلا تبوك، أحيانا ما يبغى يروح يعني خليني يعني سؤالي الأول لك وضمن له هذه الملاحظة يعني حتى شوي نكون منطقيين. أنا في الواقع مصدوم يعني، لأنه أولا أنا الحقيقة يزعجني مثل هذا الحديث بالذات عن المبتعثين، لأنه يعني سيجدون بعض الأخوة المتحدثين عن الابتعاث والكارهين للابتعاث فرصة بأنه يعني هذا هم الحين بلشوا فيهم وابتعثوهم ثم يعني جابوا دكتوراه. لا هذه الفئة اللي تحدث أنهم كارهين الابتعاث هم كارهين أحيانا لأنفسهم، هذه موضوع آخر، هم كارهين حتى يعني في ناس عاطلين ما ابتعثوهم عاطلين، يعني ملف البطالة في السعودية ما فيه لا ولن يقتصر ولن يقتصر العطالة على المبتعثين، العطالة من الخريجين. لكن أنا كانت خشيتي أول ما أعلن عن يعني 20 جامعة دفعة واحدة أو 16 جامعة دفعة واحدة، الحقيقة أنه كان في ذهني قلت يعني ربما أنه ستضطر هذه الجامعات إلى الاستعانة بقدرات، حتى لأنه طبعا هم سيجلبون الكثير من القدرات العربية، وهذا الكم الهائل والسرعة ربما يعني يخلق نوع من الإرباك والاختيار لن يكون
بالشكل الأمثل، لأنه هم أمامهم جامعات وأمامهم طلاب، وبالتالي الدكاترة والمدرسين يجب أن يحضرون بأسرع وقت. فكنت أخشى من هذا، ولكن لم يخطر في ذهني أنه سيكون هناك دكتور متخرج بامتياز ويعني لا يجد الفرصة في الجامعات. أنا كنت أعتقد بأنه كل المؤهلين اللي تنطبق عليهم شروط التعيين كمدرسين في الجامعات بالعكس سيكون لهم خيارات كثيرة يعني في الجامعات. أنا يعني أفاجأ الآن بأنه هناك يعني دكاترة متخرجين، هناك ماجستير يرغبون في العمل ك يعني أساتذة، وبالتالي يبتعثون للدكتوراه لاحقا على حساب الجامعة. هم الآن في صفوف العاطلين. يعني قضية أنه يكون هناك 20 جامعة، أنا أسأل يعني بعد 10 سنوات من الاستقطابات طبعا الداخلي والخارجي، كيف طيب سنجد يعني سنستقطب عدد كبير من الخريجين ذوي التخصصات العالية والمعدلات التي تنطبق عليها شروط الجامعات؟ كيف سنستقطبهم عقب 20 سنة؟ سيكون يعني الوضع إن لم يكن هناك رؤية استراتيجية حقيقية، إن لم يكن هناك مؤسسات شعبية، مؤسسات دولة غير قابلة لقضية أنه وسنعالج وسنفعل وشكلنا لجنة، وإذا ما ننتقل إلى وضع برنامج واضح المعالم يعرف الإنسان. نحن الآن في عملية يعني فزعات من هنا ومن هنا، معالجة من هنا. أنا أشوف الوضع في التعليم في الخريجين مخيف للغاية، لأنه يعني الناس الآن يعينون. الخطورة ليش مثلا اللي يقول لك أنه الخريج أو المتعين الدكتور يريد في هذه الجامعة ولا يريد أن يكون فيها في جامعة أخرى؟ طيب لماذا الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي؟ لماذا ما يجي أحد الآن من الجامعات ويتحدث للبرنامج ويقول يا أستاذ علي أنا سمعت حديثك وعندي 10 دكاترة عرضت عليهم العمل في أقسام الكيمياء في جامعة شقرة، في جامعة تبوك، في الجامعة الفلانية، ورفضوا بتاتا العمل في هذه الجامعة وطلبوا وعادوا إلى التعليم العالي يريدون تعيينهم في الجامعات الأخرى. من هنا نفهم، لكن لما الناطق الإعلامي بوزارة التعليم العالي يرفض الحضور، الناطق الإعلامي باسم وزارة الخدمة المدنية يرفض الحضور، هذا معناه أنهم يعرفون بأنه العمل غير مؤسسي غير منظم، وهناك كل ما يشتكون منه الناس حقيقي وصحيح، والكلام اللي يدور في المجتمع صحيح. هم لا يجد طبعا مطلوب منهم لو خرجوا أن يقولون كل هذا غير صحيح، كله نعم. يعني نعم. تلفيق، وبالتالي هم يعني يتلافون أن يكونوا في حرج من هذا النوع نعم. ويعتذرون عن الخروج بحجة أنه أنا سأأخذ طفلي إلى المستشفى أو أذهب أو أنا خارج المنطقة في هذا أو مقفلين الجوال. عموما معي الأستاذة نور السعيد، وهي إحدى يعني اللي حاملة لمؤهل الماجستير في الجغرافية الطبية وهي عاطلة على العمل. أهلا وسهلا بك أستاذة نور، أنت خرجت أي جامعة؟ أهلا أستاذ علي، الله يديكم العافية على هذا البرنامج. معك نور السعيد، ماجستير جغرافية طبية، خريجة جامعة الملك عبد العزيز. والماجستير من وين؟ أي ماجستير جامعة الملك عبد العزيز. نعم، طيب منذ متى وأنت نعم. تبحثين عن عمل، ولماذا ترفض الجامعات نعم. السعودية توظيفك؟ تقريبا عندي 2 سنين عاطلة عن العمل. تعددت الأسباب أستاذي الفاضل، كان من ضمنها عدم نزول أرقام وظيفية الجامعة، عدم الرغبة في التخصص. طبعا بتوزر بعض عشان اللي هي عندنا وظائف في الجامعة، لكن للأسف لما نروح نقدم على هذه الوظائف بعد كده أكثر الفاضل تنسى تماما هذه الوظيفة وين راحت.
يعني قدمنا على إحدى الوظائف في إحدى الجامعات، ظللنا 8 أشهر بالضبط حتى تم الرد علينا بأنه لا يوجد وظيفة، مع العلم أننا قمنا باجتياز المقابلة الشخصية وأيضا قمنا باجتياز الاختبار التحريري الذي أقاموا بعمله وقبلوا عدد جدا كبير، عدد مهول يعني ما بين الماجستير وما بين بكالوريوس، ولكن للأسف طبعا تم إبلاغنا أنه لا يوجد اللي هو أو لم يتم توظيفنا. الحاجة الثانية السادة الفاضل، طبعا يتم اشتراط العمر، والعمر طبعا غالبا ما بيضيع، ممكن السنة والسنتين بتضيع عليك لأنه بيحدد تقريبا للمحافظة بين 35، وهذا طبعا السن كل سن بيروح أنت جالس تبحث عن العمل. لكن زي ما تفضل أستاذ الدكتور الغامدي أنه الأجنبي أو غير السعودي يتم التعاقد معه في فترة جدا وجيزة، لا يتم فيه شرط. طيب أستاذ نور، أنت إيش تقديرك؟ نعم، تقدير ما هو كم؟ جيد جدا، جيد جدا، جيد جدا مرتفع. ايه طيب، وصار لك سنتين، انت في القسم اللي انت فيه ومؤهلين. نعم، في القسم اللي انت فيه في سيدات غير سعوديات يعملنا في هذا يعني كمحاضرات؟ والله هم طبعا اغلب المسؤولين في الجامعات اللي هم بيكونوا من قسم الرجال، يعني في احدى الجامعات اللي تقدمت عليها برا او خارج منطقه جده كان اللي هو المسؤول غير سعودي اجنبي، فذكر لي ممكن انك انت تيجي الجامعه متعاونه، قلت له طب ممكن حتى لو جيت متعاونه هل بالامكان اني اكون بعد كده بعقد رسمي؟ قال ما اعتقد، لا يمكن انه هذا الشيء يحصل، تيجي بس لفتره عشان عندنا شويه ضغط في الجسم. اي جامعه؟ انا ابغى اسماء. اي جامعه هذا اللي قال لك الغير سعودي انه هذا النص؟ اللي قالت ايش؟ اللي قال لك انه تعالي تعاوني ما نقدر نعينك رسمي. هذه جامعة طيبة. طيب اسالك يا نور سؤال اخير، انت لو جاء تعيين لك في تبوك او في جازان تروحين او لا؟ قدمت في جازان، قدمت في تبوك، قدمت في المدينة، قدمت في أكثر من منطقة. وحاجة ثانية أستاذ فاضل، بس لو سمحت لي ثواني بدقيقة، هم الآن بيطالبوا بتحديد، بيطالبوا اللي هو برفع الأمر للمسؤولين. سؤالي متى سيتم تعييننا لخدمة وطننا؟ هذا السؤال اللي يفرض نفسه أستاذي، ما أعرف كم ممكن يتم التحديد أو تتدخل هيئة أو يتدخل المسؤول، متى؟ يعني هل هناخد سنة كمان سنتين إضافية؟ طب إحنا بنحضر الدكتوراه، الوقت أستاذ الفاضل إحنا جالسين نراسل في الجامعات عشان نستجدي عقصهم علشان يعينونا، هو أولى أن نراسل جامعات عالمية عشان نقدم أبحاث تخدم وطننا. شكرا لك يا نور، أنا وقت انتهى. شكرا للأستاذة نور السعيد وهي إحدى الحاملات لمؤهل الماجستير في الجغرافيا الطبية. أتمنى أنه صوت نور وصوت الدكتور عايض وأيضا صوت الأستاذ عقل يكون وصل إلى العقل أو عقل الوزراء، وإن شاء الله يصل أيضا إلى عقول المحبين للوطن والمسؤولين عن الوزراء أيضا. أتمنى أن يصل ذلك لأنه هذا موضوع مهم. شكرا للكاتب الصحفي الأستاذ عقل الباهلي، وشكرا للمتحدث باسم حامل الشهادات العليا العاطني على العمل الدكتور عايض الغامدي، وشكرا للأستاذة نور السعيد وهي إحدى الحاصلات على الماجستير في الجغرافيا الطبية وعاطلة عن العمل. نلقاكم بعد الفاصل.